السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي وأصدقائي في كل مكان. إن شاء الله بنعمل لكم النهاردة طريقة طبيخ الطير على الكانون البلدي، وإن شاء الله عرفتكم الطريقة بتاعة طبيخ الطير واحدة واحدة. وإحنا النهاردة في مرحلة التشويح بتاع الطير، لازم يتقلب كتير لما ينشف من المية بتاعته، وبعد كده هو الطير بيبقى فيه دهون بيسرد برضو من الدهون بتاعته، برضو بنحط له زيت علشان خاطر برضو لو فيه طير بعد يعني مش سمين قوي بنحط له برضو بعض الزيوت مع الطير. ده احنا بنطبخ النهاردة المستكاوي او فراخ المية زي ما الناس بتقول، يعني المسميات كتير بالنسبة للطيور عند الناس. احنا عندنا احنا بنقول عليه طائر المستكاوي، والطير الثاني اللي هو التيرو او البديئة. احنا مع بعض واحدة واحدة، وان شاء الله اعرفكم الطريقة لما للاخر خالص. واحنا دلوقتي بنشوح، وان شاء الله اعرفكم الطريقة واحدة واحدة بإذن الله. خلاص كده الطير مشت من المية بتاعته، واحنا بدأنا في مرحلة تحمير الطير. لازم الطير يتحمر كويس خالص، تحمير جيد خالص، يعني الطير لازم يتحمر جامد جامد جامد. بالنسبة للطبيخ على الفحم او على الكانون البلدي، احلى طريقة بالنسبة للطعم، يعني بيبقى طعم مختلف خالص عن الغاز، حاجة روعة خالص في الاكل ما شاء الله. اللي جرب الكلام ده هو اللي عارف، وانصح كل الناس تجرب الطريقة دي في الطبيخ على الفحم. الطبيخ على الفحم جميل جدا. كده الطير اتحمر اهو، وكده الطير اتحمر زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله هنحط البصل بقى، هو زي ما هو كده زي ما هو، ما احنا هنطلع الطير، لا ده احنا هنحمر البصله مع الطير وما احنا كله على بعض زي ما انتم شايفين. مرة هو نفضل بقى نحمر في البصلة كده لما البصلة تحمر طعم، مع الطير برضو الطير زي ما هو الا ما حدش طلعه. خلاص كده الطير اتحمر بما فيه الكفاية، وكده كويس بالنسبة للتحمير بتاع الطير. وكده البصل احمر اهو، هنحط المية على الطير زي ما هو كده. يا جماعتنا احنا ما شاء الله احنا حطينا الرز على الطير مباشر اهوت كده، نسيب بقى الطير لغايه ما يطيب والرز يطيب وكله يبقى تمام. اول الميه ما تنشف بنسحب النار من تحت الطير علشان خاطر الرز ما ينحرقش ويطيب واحده واحده. كده الطير اللي احنا طبخينه على الكانون، بسم الله ما شاء الله خلص اهوت، بسم الله ما شاء الله. الكانون البلدي مع التيرو مع المستكاوي مع السلطة، افطار جميل. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله.